متابعينا الأكارم حياكم الله في كل مكان. اليوم إخواني 19 آب 2024 متواجدين في موقف البقرة جنوب محافظة الحسكة في سوريا. أتمنى أن تكونوا مشتركين الشرقية للمواشي على اليوتيوب. المشترك يشترك، طبعا اللي يريد يشترك والما يريد يشترك هو على كيفه يعني، حتى لا يفوتك، حتى لا تفوتك الفيديوهات. واضغط على زر الاشتراك، زر الاشتراك وزر اللهم صل على محمد، زر الاشعارات عشان يصلك جميع الفيديوهات. يعني البارحة يوم السبت احنا منزلين فيديوين للحلال للغنم، منزلين فيديو للعلاف. يعني واحد يعقل لي على فيديو الغنم يقول لي ابو غزال شنو اسعار العلف، هذا دليل انه مو متابعني على اليوتيوب نظامي ومو مشترك ومفعل الاشعارات حتى يصلوا فيديو اول باول. فالواحد مثل ما يقول يشترك حتى ما يفوته شيء باذن الله تعالى. طبعا احنا موضوعنا على اليوتيوب وشغلنا كله على اليوتيوب، فاللي يحب يشاهدنا على اليوتيوب يحب والما يحب هو حر يعني. فاحنا بكم ان شاء الله نكتمل. حبايب قلبي تحياتي لكم في كل مكان. شوف حركة السوق، خليكم معنا. هذا فحل معز ثني رباع، والله ما اعرف بس اتوقع يا ثني يا رباع، جديد طيب ما شاء الله، اشقر ارخم ازرق ما شاء الله. عمار يا عمار يا ابو احمد، بيش الفحل هذا ابو احمد؟ هذا الطلب عليه 5 ملايين. ثني رباع شنو؟ لا ثني ثني. شوف والله ثني 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 يا ابوي ثني. كفاله هذا؟ كفاله يقرا يضرب ويقع. 5 ملايين سوري. حلو والله لونه حلو ما شاء الله. ما صار بشي لسه، ما بي دفاعي لسه بي ما شاء الله. شلون حركه السوق ابو احمد؟ والله مي زياده لا بالله. من يوم السبت السوق الحركه مو حيل على نزول. عين الله يا ابو احمد، عين الله. اه يطلب عليها 2 مليون سوري، ما صار بيها دفاع لسه. هاي ابو احمد زين الرطله الحلوه 2.8 مليون، لحم وجنيه طيبه ما صارت ما شاء الله تبارك الله عليه، شيء طيب ما شاء الله. هل عنزه 3.5 الجيبه حليب؟ ايه ايه صار ايلول، راعي هلا ايلول، صار وقت المعز ما شاء الله. هل قنم هاي ايش وضع؟ عويك ولا وسط ولا شنو؟ وسط. شقد طلبت عليها؟ 5 ملايين. ايوه بيها عشار ما شاء الله، 5.5، اما ما صار بيها دفع لسه تبارك الله. الخرفان هذا ايش عندك؟ شنو قيام الخرفان هذا؟ 27 مليونين و700، اما ما صار بيه شيء. على راسي يا ابو احمد تحياتي لك. اظن خرفين صغار. ايش طلب علينا ابو حسين؟ يا ابو حسين ايش طلبت علينا ابو حسين؟ هاي واحد المبعوج الكبير بيبعجه يعني فتك. كيف هذا على بعجه؟ مليونين يطلب عليه على بعجه. وصغير هذا؟ وهذا زاد يطلب عليه 2 مليون على الساق. هذا مبعوج يعني فتك بيه. نحكي بالليرة السورية اخواني. هذا خروف طيب زين مع الربط. هذا ابو حسين بيش طلبت عليه؟ 2.8 مليون. ما صار بيدفع لسه. هذا جوز. نعم 7 ملايين الجوز. بين عشر ابو والله علم الله شو قد البيع؟ البيع من 4.5 اذا باع راعيني. 4.5؟ نعم ما شاء الله. هذا جدي ابيض اخواني، جدي يطلب عليه 1.7 مليون، اما لسه ما صار بيه دفع. 1.7 مليون سوري. هذا يطلب عليه 1.5 مليون، زاد ما صار على حمر. هذا هاي عنز مجنوي يعني، يعني من الثلاثة قيامها 3 وجوه 3 ملايين، يعني ما بيها حليب مع عنز جينيا يعني. ايش طالبين علينا هذين الزينات؟ 1.2 مليون الطلب على الفطايم هذا، طبعا الفطيم الوحدة. ايه ما شاء الله عليه زينات. وذن ابو حسين ابو عمر اثنين اذنه 1.5 مليون الوحدة، طبعا 1.5 مليون. وذن القر البش 1.8 مليون.
طبعا تطلب علينا سمان تنصاربي يجوز سن احسن اه اي والله الله يعلم نعم اي والله والفطيمه 15 مليون و500 هاي ناجي شو وضعها كبير كبير شو شنو سعرها 24 وكبيره زين بس فيها الحماتي ها؟ الحماتي الحماتي زينه ايه تقريبا قيمها من مليون و400 وجوه ايوه يعني مليونين ما تبيعها مثلا؟ مليونين مثلا اذا جاك واحد مثل ابو غزال ودفع مليونين سوي له رحلايه شوي لا تقوم تطلب عليه 22 بس ما يفعل هذا رب الدلاله ابو سليم ابو سليم كانه مو موجود اظن فطايم جاد يطلب عليه مليونين ونص بس ما صار لهم شيء يعني اخواني مثل فطايم هاي بيعها من المليونين للمليونين و200 مليون و300 اكثر ما ابي يعني مليونين و200 اكثر ما ابي يعني مليونين و150 سوري طبعا على هوا السوق يعني اليوم نحن يعني على هوا السوق اليوم اسعار النجدان اليوم بالسوق اليوم اليوم الاثنين اما بكره الله يعلم اظن سخلات جدعات سخلات السنه ماشي حالا ناعمات يعني مو زياده جاي يطلب عليها مليون و500 يعني شغط 100 دولار 100 دولار على الوحده اما ما صار بيه دفايع يعني قيام من اخواني من ال 100 دولار وتحت يعني يعني ممكن 90 دولار 95 دولار ايش دانا يعني قياما بين ال 90 وال 100 دولار اكثر ما يجيبن يعني لا نعم اما المعز اخواني هنا مثل المعز معز الجنيه يعني هذا يعتبر طبعا العنز تختلف كليا عن العجه يعني اليوم مثلا العنز لما يكون سنها والده 4 بطون مو مثل العجه 4 بطون لما تكون العجه 4 بطون يعني يكون بيها كبر اما لما تكون العنز 4 بطون زينه عنز زينه يعني فتيه زاد 5 بطون يعني تحكي من العنز من 6 بطون وفوق يعني تحكي بيها بالكبر مثل المعز هذا يعني من الثلاثة ونص وتحت اذا يكون بيه حليب 3 ملايين و500 وتحت اما اخواني لما يكون مثلا المعز هذا مثلا الحجم هذا وهالشيء لما يكون لحم يختلف سعره اللحم دائما سعره اقل من سعر الجنيه هاي معلومه يعني سعر اللحم اقل من سعر الجنيه معلومه يعني للي ما يعرفون طبعا احنا بي ناس متابعتنا تعرف من السوق اكثر ما نعرف احنا اما بي ناس ما تعرف يعني فلذلك انا ان نشرح للي ما يعرف نعم هاي غنم وسطيه يعني من 3.5 تحت بيعها وسطيه نعم نروح لعند الدلال ابو فواز ازلمته الزين اهلا وسهلا بك ابو فواز شلون سوق فواز؟ والله السوق ماشي حاله حرقت حيلتي انا والصلاه على النبي ماشي حاله يعني ما والله مو حيل يا فوز انت ما اعرف شلون تحمل ماشي حاله نقول لك ماشي حاله الحركه صار في شويه تمام يعني. فوز هذا انا فوز شنو وضعه شنو فطايمه؟ انا صار 15 وربع فطايم مليون و525 ايوه يعني اخواني شيء 100 و وهاي صارت 110 دولار 120 دولار ها؟ هاي صارت 13 شنو 13؟ الفطيمه لحالها اي الفطيمه لحالها مليون و300 مليون و300 ايوه يعني شغله 90 دولار زين 80 85 دولار هاي نعجه نعجه والله ما صارت شيء طالبين عليها 3 ملايين أيوة. وهاي وهاي 25 طالبين عليها ما صارت شيء مليونين ونص ايوه نروح على فواز رقم 9 رقم 0 9 9 9 ايه فواز رقم 9 شلونك؟ والله الحمد لله بعثني عليك رقم واحد ايه ايه انت صرت رقم 9 بدل ما تدخن ايه افوز شلون السوق عم فوز؟ والله هي زين ما اشي حاله مو بالحيل والله لا تحمدوا على الكاميرا لانه مو بالحيل انا شايفه مو بالحيل على ايش تحمدوا ما اعرف ايوه ليش تحمدوا السوق مو موجود عملنا احنا مفلسين انا عارف ليش السوق مو زين بس ما اعلمكم ايه الجدايه ذني بيش؟ والله الجدايه لسه توني زينات هذا ما شاء الله يعني ايش قد قيام من مليون ونص؟ مليون و500 تقريبا مليون و500 600 والله يحييك يعني ما تبيعنا مليون و200 مليون و200 مثلا لا والله لا ايش جايك المهم قياسا منا على المشاهدين وعلى نفسنا نعم نسلم على المشاهدين وعلى نفسنا على راسي يا فواز رقم واحد طيب ابو فواز رقم 9 هذا انا شو وضعنا ذن هذا انا 15 ثنيه رباعيه هي وحده ثنيه هاي ثنية هذيك رباعية شنو اسعارها تقريبا؟ والله اسعارها بال 35 بال 3.5 سوري يعني 7 ملايين الجوز يعني شغلت 230 دولار الوحدة نعم ما شاء الله يعني 460 دولار اثنين على راسي يا فوز تحياتي لك تحياتي لك حبيبي اخواني نتابع مع الدلال ابو ايناس حياك الله بعد السلام شو لك ابو ايناس؟ الحمد لله كلمتين مختصرات صغار نضاف السوق على راسي الله يحفظك السوق شو وضعه؟
والله اليوم حلال غريب ما عجبنا السوق اليوم مزين. أنا يا أبو الناس أنا علي أنقل واقع السوق الصورة الواضحة. السوق ما عجبني. يزعلون مشاهدين. يرضون ها؟ لا بي ناس تزعل وبي ناس ترضى. ما بيزعل. إحنا ننقل الشيء الموجود بالسوق. بس الله يستر علينا. آمين يا رب الحمد لله. شنو الفطايم أبو إيناس؟ هاي صارت 1,900,000. وهاي 1,300,000. طيب. مليونين. هذنا 1,100,000 يعني بيعن يصير على 1,000,000. لا يصير انت بس خلي واحد ياكل 1,000,000 تبيع. هاي دائما الوردي انت تعرف انه اغلى. طبعا ايه تحسوا انه اغلى. اي ما اعرف لهم انه مستقبله افضل. فطيمه ايه فطيمه مو مناطق مو مناطق ما تعرف اسعار. بس الطلي ذاك على الموس 500,000. شنو الوضع هذا على الموس؟ والله مرضان والله يا ابو ناس هذا ما ينشال حمد. بس ما اعرف هذول القصابه مو مزبوطين. طبعا مو كلياتهم مو مزبوطين. ايه مو كلهم. لا مو كلهم ما نقدر احنا. احنا ما نقدر. لا الشمل ما يصير. على راسي ابو ناس تحياتي لك. الله على راسي انا بخدمتك. الله يحفظك بارك فيك.